يعني هناك تقرير للبنك الدولي، أنا أعود ممكن أن تعود إليه، يتحدث عن resource allocation، إنه المنظمات الأمم المتحدة في اليمن تستخدم 40% من الموارد المتاحة لها كمصاريف تشغيل رواتب وسفريات وغيره. وفي تقارير benchmarking reports هل هي أخرى. تقارير مؤكدة؟ تقارير هذا موثقة؟ تقرير عن البنك الدولي. نعم. تقرير عن البنك الدولي ليس عن طرف آخر. وهناك benchmarking reports إنه بيعطى 7% للشريك المحلي و 12% إلى 13% تروح لللوجستكس، يعني تستهلك من الثلاثة مليار دولار 60% لوجستكس شريك محلي مصروف التشغيل. طيب يا أخي ما الناس تموت جوع وأنت مشغول بمصروف التشغيلاتك ومشغول بالشريك المحلي ومشغول باللوجستكس. وبعدين هنا هذا واحد من أسباب المجاعة، من أسباب إنه الناس تصل إلى أن يموت جوع. البنك الدولي عمل برنامج جميل دشين الشهر الماضي، وهي برنامج التحويلات المباشرة للمواطنين، استفاد منها 500,000 أسرة بمبلغ محدود، يعني المبلغ ما كانش كبير. طيب ليش ما كانت الأمم المتحدة توقف مصروفات التشغيل هذه وتوقف حق اللوجستيكس وتوقف الشركة المحلية وتعاقد مع الكريمي وتحول للناس فلوس؟ أعتقد أنه $1,000 للأسرة في السنة تكفي أنه ما تقوعش. هل بالفعل هي كفية للشعب اليمني؟ هل هي كفية للأسرة اليمنية؟ لأن لا يجوع يشتري قمح وبر وسمن وسكر وكذا تكفي، ما لن يذهب إلى أنه ما يحصلش ما يأكل الوجبة الثانية. أما لما نتكلم عن $3,000 ف$3,000 تعيشه مرتاح.